البعض إذا جاء طاري الشيخ دكتور محمد مخيت يتجه دائما تتجه الأنظار إلى أفريقيا، ما السر يا شيخ؟ في محبة، في علاقة، في شيء؟ والله يعني باعتبار أنها أكثر بلد يعني أو أكثر مكان زرته، نعم، بسبب أن يعني الأمور فيها متيسرة بكثير، والحقيقة قلة الفتن هناك يعني من الدوافع يعني. أيضا سبحان الله الأفارقة يحبون الجنس العربي، حتى اللباس العربي. ولا سيما في يعني من أهل المدينة. ما شاء الله. هنا حتى أني وجدت يعني بعض الناس يعني الإخوة طلاب الجامعة مجتهدين في الدعوة، والله لهم جهود كبيرة، والله نحن نستحق أنفسنا أمامهم. الله المستعان. أي والله. فلما رحنا هناك يعني قالوا لنا والله هذه القرية قالوا ما تسلم حتى يجي واحد من أهل المدينة نسلم على يده، ما شاء لأن الله. سمعنا أنه القرية اللي جنبنا يعني اهتدوا على يد واحد مدني. أي مدني، فكانوا يتوقفون حتى يجي أحد. سبحان الله، يعني مفتاح أنك تقول أنا من المدينة. بس لو قلت أنا عربي أو من المدينة، أي نعم، هذا يعتبر يعني في حد ذاته دعوة يعني يقبل الناس. طيب. بسببها رحنا مرة مكان قالوا أنتم أول عربي بل أول مسلم يزورنا من خارج بلادنا. سبحان الله. مع أن النصارى يعني المبشي أو المنصرين يعني في كل أسبوع ممكن في كل شهر يزورونهم، يزورون إخوانهم، وإحنا ما أحد زارنا أبدا، أنتم أول ناس زارنا. سبحان الله. نعم، ففي عندهم سبحان الله أيضا يعني مما يعني يشجع على الزيارة، زيارة الأفارقة، أنهم مقبلين على الدعوة سبحان الله، ولا تظن أنهم لأجل المال. والله انا رايت هذا بعيني. أيوة. بعض الناس يظن انه والله يا شيخ هذا يضحكوا عليكم وبعدين يسلموا. نعم. بعد مجرد انك تروح، والله انا اذكر يعني قصه الاخوان يعني قصه يعني قصتين حصلت لي فعلا تدل على ان يعني ان الايمان اذا خالط القلب يصعب انه يا سبحان الله يخرج منه. الله. المهم اننا يعني نرسخ هذا في قلوبنا. صحيح. يعني رحنا مره لجبل في توغو. توغو هذا يا شيخ هي معشوقتك في افريقيا يعني. هي سلسلة جبال مثل جبال تهامة. نعم. واغلب اللي فيها نصارى ما هم مسلمين، عفوا مشركين ما هم مسلمين، ما هم نصارى. وثنيين. وثنيين. نعم. وكان الاسلام عندهم يعني من ابغض ما يكون. الله المستعان. ايوه سبحان الله، ثم الله شرح قلوبهم، احبوا يعني الاسلام وحبوا الدخول فيه. ويرسلون للإخوان يعني أرسل لنا من يأتينا للدعوة، حتى أحد الإخوة اسمه عبد الله يولو، أخونا عبد الله يولو، أراني خارطة فيها 420 قرية. نعم. يقول ما تمكننا من زيارة يعني ولا 25 قرية. الله المستعان. والباقي 425 تتمنى بس أحد يجيها يدخلها في الإسلام، ويدخلون يعني بصدق غير كذا يعني بأعداد هائلة. يعني رحت مرة قرية في مجلس واحد 700 شخص أسلم.